طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن لهذا الرجل زوجة أخرى لها بنات، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها؟ الجواب لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته وهما تحت زوج واحد، لأن هذه هي مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات أخوات له من الأب في الرضاعة. الله أعلم.